فيما يتعلق بالمنتخب. تمام؟ ركز معايا. اوكي؟ ركز معايا. انت بالذات عشان اعرفك. بتدور على اي غلط كده وبتدور على اي اخطاء وكلام غريب شويه، لكن المهم. امبارح اتكلمنا ودافعنا عن محمد صلاح وعن منتخب مصر. واحنا عند موقفنا. محمد صلاح نجم كبير جدا جدا من نجوم منتخب مصر. مش بس منتخب مصر. نجم كبير جدا من نجوم ليفربول الانجليزي، تمام؟ احد ابرز النجوم على مستوى العالم في الفتره الحاليه في اخر سنتين بالتحديد. وارد اي انسان يغلط، وارد محمد صلاح يغلط. لكن الاهم انك تختار التوقيت المناسب اللي انت تنتقد فيه اللاعب، سواء هو محمد صلاح او غير محمد صلاح. التوقيت، شوف التوقيت المناسب امتى وانتقد. طيب، عايز تنتقد اداء محمد صلاح؟ انتقد عادي جدا اداء محمد صلاح، انتقد عادي جدا اداء منتخب مصر، ولو احنا ما انتقدناش اداء منتخب مصر خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا ما نبقاش منطقيين خالص. ودايما لازم نبقى منطقيين بشكل كبير جدا مع الجمهور بشكل عام، بشكل عام. فبالتالي محمد صلاح لو غلط في حاجه معينه ممكن يتحاسب عليها، ممكن ينتقد عليها، مفيش حد فوق الانتقاد اطلاقا. اي حد ممكن ان هو ينتقد عادي جدا جدا، لكن دايما دايما بص للمصلحة العليا ايه؟ الهدف الأساسي للبلد دلوقتي ايه؟ محمد صلاح لاعب، ومش لاعب بس، ده لاعب مؤثر في صفوف منتخب مصر الفترة الحالية في بطولة الأمم الأفريقية اللي على أرضنا واللي وسط جمهورنا. لاعب مهم جدا جدا، أبرز لاعبي البطولة بشكل عام بقى، أنا مش هتكلم عن منتخب مصر بس. فهل من مصلحتنا احنا بقى كمصريين وخايفين على فرقة منتخبنا الوطني وخايفين على لعيبه المنتخب في فتره زي دي ان احنا ننتقد سواء محمد صلاح او غير محمد صلاح؟ هتقول لي ما هو في مواقف ومحمد صلاح خد موقف مع لعيب معين. يا سيدي دي حاجه تتعلق بمين؟ بالمسؤولين عن منتخب مصر. خدوا قرار بعد كده خدوا قرار تاني، هم حريين. وقت الحساب هيجي امتى؟ امتى بس وقت الحساب ده؟ مع اخر مباراه للمنتخب في البطوله، مع اخر مباراه للمنتخب في البطوله. نتمناها يا رب تكون المباراه النهائيه ويكون المنتخب خارج بكاس افريقيا من الملعب. وبرضه هننتقد لو في سلبيات على مدار الفتره اللي فاتت دي، هننتقدها بما فيهم لو محمد صلاح نفسه غلط في حاجه هننتقده. لكن الاهم ان انت تشوف التوقيت امتى لتنتقد فيه. لما تيجي تنتقد دلوقتي اللعيب ده هيلعب ازاي في الملعب، لما كل الناس كده والسوشيال ميديا والناس عماله تخبط في محمد صلاح ويجيبوا فيديوهات قديمه ليه جدا، تمام؟ وعشان هو بيتكلم انجليزي وبتاع، عادي جدا يعني. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تجيب دلوقتي كلام على محمد صلاح من فتره؟ يبقى انت عايز ايه؟ ايه هدفك؟ انت ايه هدفك؟ ولا هو الدفاع عن محمد صلاح ومنتخب مصر دلوقتي بقى جريمه؟ دلوقتي بقت جريمه ان احنا ندافع عن منتخب مصر وندافع عن محمد صلاح؟ هل ده منطقي؟ حاجه طبيعيه جدا، حاجه طبيعيه جدا. انت منتمي لبلدك، منتمي لبلدك، انتمائك الاول لازم تساند بلدك. مؤسسة النادي الأهلي بتساند بلدها، مؤسسة نادي الزمالك بتساند بلدها، أي مؤسسة في مصر لازم تساند بلدها، ولازم تساند منتخبنا الوطني، وهنفضل نساند منتخبنا الوطني. هنفضل نساند منتخبنا الوطني، وهنفضل نساند لعيبة منتخب مصر. محمد صلاح غير محمد صلاح، أي حد هيلبس التيشيرت وينزل مع ال 11 لعيب في الملعب في أي مباراة جاية هنقف في ظهره وهنشجعه. ليه؟ لأن ببساطة البطولة لما هتاخدها أو ياخدها منتخب مصر هيبقى فيه نفع كبير جدا جدا على البلد بشكل كامل. أولا تنظيم البطولة ده عاد بالنفع بشكل يعني كبير جدا على مصر بشكل عام في كل المجالات، اقتصاديا اجتماعيا في كل حاجة، في كل حاجة. واصبر اصبر كمان لما البطولة تخلص هتشوف النفع ده عاد على البلد ازاي. ده رقم واحد. فيما يتعلق بالشق الفني وبالتحديد فيما يخص منتخب مصر، لما مصر تاخد البطولة وكالات الأنباء العالمية هتتكلم عن منتخب مصر ازاي؟ هتتكلم عن منتخب مصر ازاي؟ مش بشكل ايجابي؟ السمعه بتاعت مصر تبقى افضل واحسن، خصوصا في ظل التنظيم الرائع حتى الان. ولو في اي سلبيه بنقولها على فكره، لو في اي سلبيه بنقولها. اهم حاجه ان احنا بنختار التوقيت الكويس، بنختار التوقيت اللي ينفع تنتقد فيه. لكن انا ما بقاش بطل لو دلوقتي طلعت قعدت اقطع في محمد صلاح، مش هي دي البطوله خالص. كده انت مش بطل. كده انت ليك اهداف تانية، معرفش ايه هي، ايا كان مين بقى دي، كده انت ليك اهداف تانية. البطولة انك تقف في الوقت الصعب مع منتخب مصر. اداء منتخب مصر
انتقدناه كتير جدا وقطعنا كتير جدا في اليوم الثاني على طول. مش بتكلم علينا احنا بس، الاعلام بشكل عام، الاعلام المنطقي اللي عايز يحلل الامور بمنطقيه. تاني يوم من اي مباراه حتى لو بتكسب بيبقى في انتقاد، بس بعد كده مباراه وخلصت، مباراه وخلصت، بتفكر في اللي جاي. ما بالك بقى دي مرحله وخلصت بسلبياتها وايجابياتها، وجاي على مرحله اقصائيه، يعني تخسر لا قدر الله تخرج بره، باذن الله تكسب تصعد للدور اللي بعده. هل مش دورنا المسانده؟ هل مش دورنا الدعم؟ مش ده واجبنا وواجب كل المصريين؟ لو مختلف معايا انا بحترم كل اراء الناس، كل اراء، احنا كلنا بنحترم اراء اي حد، وكل واحد ليه رايه وهو حر فيه، بس في نفس الوقت المنطقيه خليها دايما قدامك، ومصلحه البلد اهم من اي شيء، مصلحه منتخبنا الوطني اهم من اي شيء. تمام؟ لازم تساند منتخب مصر، لازم تقف ورا لعيبه منتخب مصر، لازم ما تتصيدش الاخطاء وخلاص. ولسه عند كلمتي، لسه عند كلمتي، شوف المثل الناجح وحاول تعمل زيه. محمد صلاح لعيب عالمي، تاني وارد انه يغلط، ولما يغلط هيتحاسب وهيبقى فيه انتقاد ليه طبيعي، لكن ده مثل كبير جدا لمصر. اعيد على حضراتكم تاني انجازات محمد صلاح عشان ممكن يكون البعض بينساها. محمد صلاح خد دوري ابطال اوروبا، تمام؟ محمد صلاح جاب هدف في نهائي دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح وصل مع ليفربول في اول مره في تاريخهم، ل 97 نقطه في بطوله الدوري الانجليزي، طلعوا الثاني فرق نقطه على مانشستر سيتي. محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي مرتين ورا بعض، اوكي؟ محمد صلاح احسن لعيب في افريقيا مرتين ورا بعض. هو ده محمد صلاح، هو ده اللي رافع راس المصريين. مش عشان انا ابقى عملت حاجه معينه او حاجه مختلفه عن الناس كلها والناس تقعد تتكلم عني يبقى اعمل عكس المنطقي، لا، مش دي المقاييس، مش هو ده الصح. تمام؟ فأهم حاجة، أهم حاجة تشوف بلدك تشتغل على إيه الفترة دي. تمام؟ شوف منتخبك اللي بيمر بظروف من ناحية الأداء بالتحديد صعبة شوية، محتاجك قد إيه كفرد مصري؟ منتخبك محتاجك إزاي بدعمك ومؤازرتك، سواء هتبقى في الملعب بتشجع أو في التلفزيون بتتفرج. تمام؟ دعواتك هتفرق، دي حاجة. تاني حاجة، إحنا واثقين كل الثقة في منتخبنا الوطني المصري ان هيكون اداؤه افضل من كده بكتير في دور ال 16، بدايه من دور ال 16، وهتبقى خطوه كبيره جدا، لان الادوار الحاسمه دي هيبان بقى شخصيه اللعيبه، واحنا عندنا لاعبين بشخصيه كبيره جدا. ادائهم سيء الثلاث مباريات، انسى بقى، خلصت خلاص الثلاث مباريات، خلصوا. احنا داخلين بقى على دور ال 16، مباراه جنوب افريقيا، عندك قوام قوي من اللاعبين، عندك لاعبين عندهم شخصيات قويه جدا في الملعب وامكانيات وقدرات كبيره جدا. محتاجين ايه؟ محتاجين المساندة والدعم، وده دورنا كلنا كمصريين، نفسنا ان بلدنا تاخد بطولة الامم الافريقية. في حاجة غلط في كده؟ ما اعتقدش ان في اي حاجة غلط في كده. فنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري، وان شاء الله باذن الله المرحلة الجاية باذن الله هنفرح جدا جدا يا رب بفوز منتخب مصر ببطولة الامم الافريقية يوم 19 ان شاء الله باذن الله من هذا الشهر الجاي.